حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما, ما بين لابتي المدينه على لساني قال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثه فقال اراكم يا بني حارثه قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل انتم فيه